السلام عليكم، مرحبا بكم. واحد الفيديو جديدة. هذه دابا شحال ما صورنا اون فيديو، ولكن مهم منين جات المناسبة انا قلت نحط لكم واحد الفيديو، واخا ما طويلاش، ولكن ما ماشي من الاول، ولكن مهم غادي نوريكم. كي تشوفوا هنايا عندنا تريد، ياك تريد باش غادي نديرو واحد الاكلة مغربية رفيصة المغربية. دونك ها نتوما تشوفوا شكون اللي تعجن. ماما اللي كتعجن، ما بغاش تبان. تعجن هكا، كتعجن طحين الفرس بالماء بالملح بحالو بحال ديال العجين التملاوي، ومن بعد كتلقاهم غير بحال هكا وتديرهم يطيبوا فوق المقله. المهم كتكمل على هاد الطريقه هادي حتى كتسالي العجينه اللي عندها كامله، ومن بعد غادي نوريكم مين كيطيبو كي غادي تكملهم كي غادي ديرهم. كتشوفوا انا كتلقاها ما كتلويهاش بحال العجينه الملاوي، غير كتلقاهم بحال هكا تيتلقوا، ومن بعد كطيبهم فوق المقله مقلوبه. يلا المهم بلاتي شويه ونكمل معاكم الفيديو. هانتوما هو بدا كيطيب، هانتوما كتشوفوا هذا، وري حليها حليها تشوف. هانتوما كيجي بحال هكا تريده، كيجي رقيق باش من بعد كتفرتو. كتفرتو بحال هكا كيجي، خاصو يجي رقيق ودخلو الطياب باش ما يجيش معجن. صافي كتكمل على هاد الطريقه هذا حتى كامله هكا، على ما كيكمل هاد الشيء كامل. وغادي تنصب الدجاج، ومني غتكون غتنصب الدجاج غادي نوريكم الطريقه. دابا غادي نصبو الدجاج كيف تشوفوا، الدجاج في الطنجره مع الثومه. ها انتما كتشوفوا شحال ديال الثومه، الطون ديال الثومه، راس ديال الثومه، فوالا راس ديال الثومه. الا بقات الا بغيتو ديروا حتى جوج ريوس ديال الثومه ديرهم، كيجي قالك مزيان. والدجاج سلقناه باش فوالا باش تزول منه الزفره، كتسلقو حتى كتزول داك الزفره والرغوه ديال يغلي تقريبا داك 8 5 دقائق، ومن بعد كتزولو كتغسلو وصافي وتنصبو مع الثومه. ها انتما كتشوفوا الراس ديال الثومه وشحال البصله، جوج بصلات كبار وجوج بصلات كبار. قطعين شحال هكا قياس الدجاجه، المهم قياس الدجاجه كي قالت. ودابا غدير العطريه مليحه، عينكم ميزانكم بيان سور. بغيتي الزعفران حر؟ عند هذا الخرقوم ماشي زعفران حر، هو عندي زعفران حر. بزار ولا بزار؟ قياس كلشي تندير منه قياس معلقه صغيره، قياس معلقه صغيره من كلشي. سكينجبير، هذا الزعفران الحر، هذا الزعفران الحر جاني من ايران، وهو تيقول لك ايران احسن زعفران في العالم. دونك غادي نديرو شويه ديال الزعفران الحر. عويدات القرفه وعويدات ديال القرفه انا نعطيهم لك. وشنو اخر قلتي؟ وزويته بلديه، درتي الزيت ياك؟ ايوا نردو الطنجره تتحلى على ما تنزل البصله، منين تنزل البصله مزيان عاد نزيدو ميها ونخليوها تطيب. فوالا، وهنايا ها انتم كتشوفوا راه بدات كتفرتي داك التسريد، ومني غادي نبغيو نصبو الغدا غادي نديرو يتفور قياس شي 10 دقائق. غيتفور من قبل ما غادي تبدا تصب، غادي تفور التسريد عاد كي 10 دقائق تقريبا في الكسكاس. واللي بغى يكونجيليه قالت لك الا بغى الواحد مثلا يخدمو من بعد، الا بقى لك التسريد بزاف كيمكن لك تكونجيليه، ومنين كتجبدو من الكونجيلاتور كتفورو. كتفورو من كتبغي تصب. والطنجره خلاص دابا راه غنحطوها، غنزيدو فيها بعدا عويدات القرفه والسمن. القرفه والسمن، ها انتوما دابا هي
دارت الحلبة زربت عليا أنا ما كنبغيش الحلبة. مهم هي دارت شحال درتي؟ قياس 20 حبة قالت لكم ديال الحلبة اللي ما كيبغيش الحلبة لا يديرهاش. وهي زربت عليا دارت قالت الحلبة. المهم ماشي مشكل. ودارت خلاص عواد القرفة جوج عواد القرفة دابا غادي تخليها تشحر ياك صافي ومن بعد تزيديها الماء وتخليها طيب صافي ها نتوما كتشوفوا. وغادي تزيد شحال تقريبا مع السمن معلقة صغيرة قياس معلقة صغيرة ديال السمن باش كتلدد وتزيد الماء. المهم تشحر الطنجرة وتزيد الماء وتخليها طيب حتى كيطيب الدجاج. السمن وعاد تحطها طيب فوالا. وبالنسبة لي تيبغي العدس هي نلف فيها شوية ديال العدس تقرب تقرب طيب وتيلف فيها العدس هنا هانتوما كتشوفو النجرة كتقلى الدجاج بيان سوغ مغسول 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 مزيان عاد مغسول ومسلوق فوالا بيت في الحامض والملح و الموسارد كاين عارفكم كاين كيبغي يغسلو بسكينجبير و طحين و كل واحد باش كيغسل. الدجاج طاب وهنايا كتشوفوا هذا كيتفور في الكسكاس وهنا دايره العدس سلقاتو قالت لك اللي بغاه ديال العديسه وهذا اللوز محمر غادي ندورو به من الفوق. Thank you.
ممكن.